اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد من ايامنا الحلوه في مطبخنا مطبخ الستات. بسلم عليكم وبقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا. النهارده عاملين اكل بلدي نمره واحد، جايبين لسان، بصوا الجمال، جايبين لسان بقري حلو، وكمان عاملين شوربه بفين راحت فين اهي، ايوه جنبنا اهي، شايفين الحلاوه والجمال، حته عضمايه بالنخاع مليانه مليانه خيارات حلوه وجمال. يبقى اللسان والعضمايه الحلوه دي مع شويه نخاع حلوين، عاملين ايه بقى؟ عاملين اللسان ده بالخلطه، شرايح كده متحمره ومعمول بالخلطه، والعضمايه الحلوه دي عملنا منها احلى شوربه. هنعمل شوربه بالشعريه بالنخاع بالحبهان، في سلطنه، في سلطنه في الطبخ النهارده. واحب ان انا اقول لكم هنحلي بالقطايف زي ما وعدناكم امبارح ان احنا نعمل النهارده القطايف. هنعمل القطايف، جايبين الدقيق والميه والخميره، وهنعمل العجينه بتاعتنا على الهواء، واوريكم ازاي نعمل حبات القطايف في البيت ونحشيها ونقليها قدامكم ونعمل الشربات كمان معاكم. هنقول مقادير اول وصفه معانا النهارده، هي اللسان، جايبين لسان زي ما انتم شفتوا كده يكون متنضف ومتروق، اقول لكم ازاي متنضف، مع بصل وفلفل وثوم، طماطم، ومعلقتين صلصه وملح وفلفل وكمون، مهم قوي الكمون في الوصفه دي، مع قرنين شطه ومعلقه خل ابيض وشويه بقدونس وجرجير للتقديم، شويه بقدونس وجرجير للتقديم. نشيل الجوانتي ده نبعده تماما وناخد واحد نظيف واوريكم ازاي بنتعامل مع اللسان. اللسان عشان يبقى معانا زي الفل، شويه ملح، ويتبيع كويس جدا بملح ويتغسل بميه، ومش محتاجين اكتر من كده، ويتحط يتسلق مع بصلايه. هتحطوا فلفل اسود، تحطوا 3 4 حبات ما يكونوش مطحونين، خلاص ادي اللسان بتاعنا. مهم جدا ان هو يتقشر وهو سخن، لو بارد مش هيتقشر، اتفقنا؟ ادي الطاسه دي نحط فيها معلقتين زيت حلوين، وهنا كمان معلقتين زيت حلوين، ويا سلام على شويه البصل، مش هحطهم كلهم طبعا، مع فصين ثوم، مع شويه من الفلفل الرومي الاخضر، وقرن فلفل احمر، ونسيب الخليط ده يتقلب تقليبه حلوه، وتعالوا نقطع اللسان شرايح جميله كده. يا سلام على شرايح اللسان الحلوه. عارفين اللسان ده يا جماعه؟ اللسان ده احنا بنقدره كويس جدا، والفرنساويين بيقدروه كويس جدا كمان، بياكلوا لسان، بياكلوا لسان وبيحشوه كمان جوه البيف، وبيعملوا منه حاجات حلوه جدا. وعايز اقول لكم ان اصل الكوردون بلو اللي بيتقدم في المطاعم لازم يبقى فيه حته لسان، حته لسان مع اللحمه المدخنه والجبنه، وموضوع ايه يعني، موضوع كبير. ناخد اللسان والشرايح الحلوه الجميله دي وندخل بيها على طاستنا السخنه، ونبدا نحمر شرايح اللسان، وفي الطاسه الثانيه في الفلفل بالبصل بالثوم. ويا سلام واحنا بنحمر كده نقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم واخدين رشه صغيره من الكمون، لمسة صغيرة جدا جدا من الكمون بتفرق جدا، مع رشة من الفلفل الأسود ورشة ملح حلوة، ونسيب اللسان يتحمر، ونيجي للطاسة الثانية نحط برضو رشة فلفل وشوية كمون وحبة من الملح البلدي. الأكل البلدي مش مزعج، ما تخافوش، خلاص يعني مفيش أي إزعاج من الوصفات بتاعتنا اللي احنا بنعملها النهارده، بل بالعكس هي مليانه خيرات حلوه جدا. بصوا هنا معايا، هنا الحله دي فيها العضمايه بتاعتنا اللي مليانه حاجات حلوه، غسلناها كويس جدا وحطيناها مع بصلتين وورقتين لورا وفصين حبهان، عملوا لنا مرقه حكايه حكايه. تعالوا نقول مقادير الشوربه واحنا بنعمل اللسان. عملنا شويه المرقه الحلوين، محتاجين كيس شعريه وشويه نخاع، نقول للجزار عايزين شوية نخاع حلوين، مش النخاع اللي موجود في الماسورة، النخاع اللي موجود في السلسلة، خلاص؟ يعني هنجيب منه شوية، والمقادير هتنزل على الشاشة حالا. شوية النخاع دول بيفرقوا جدا 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 في طعم الشوربة. ادي الشوربة بتاعتنا بالماسورة مع شوية من النخاع وكيس شعرية متحمر، ملح وفلفل، بصلاية صغيرة مفرومة، طماطماية صغيرة مفرومة،
ومعلقتين من الزيت، على شويه ايه، على شويه من فصين الحبهان الحلوين بتوعنا، مهمين جدا. ادي حطينا معلقتين من الزيت، نرمي 3 4 فصوص من الحبهان بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وادي قطع النخاع. انا هوريكم شكل النخاع قبل ما يتقشر وازاي بيتقشر معانا في الاخر. دي ما قشرتهاش ودول قشرتهم، هحط النخاع هنا بالشكل ده، وناخد معلقه ونقلب النخاع بتاعنا على الهادي مع رشه من الكمون ورشه صغيره من الفلفل، ويا سلام لو 3 4 شرايح من الثوم. النخاع هو بيبقى عباره عن السلسله اللي في ظهر الذبيحه، ظهر الذبيحه بيبقى فيه السلسله، الجزار لما بيشط العجل نصين بيطلع النخاع ده بيبقى موجود، وفيه فوائد كبيره جدا. ده بيبقى فيه حته قشره، بنشيل القشره بتاعته كده، نحاول ان احنا نشيل القشره بتاعته ونضغط كده اهو، و بيتقشر. مهم عشان القشره دي ما بتبقاش حلوه في الاكل. عملنا كده، ادي لا استنوا، قبل الشعريه شفت كنا هنغلط ونحط الشعريه، حمرناه بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه ده. ناخد بصلايه صغيره ونشوح معاه البصلايه الحلوه كده، ونحط شويه من الملح، يا سلام نحط شويه فص كمان من الحبهان، واول ما الروائح الحلوه تبدا تطلع ناخد المرقه بتاعتنا ونروح، وبسم الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي على المزاج. يبقى النخاع محطوط في المرقه بتاعه الماسوره اللي مليانه خيرات، وادي شويه الشعريه الحلوين نحطهم كده، ونطفي النار مع اول غلوه عشان الشعريه ما تعجنش من هنا مننا. نيجي للفلفل بالبصل اهو كده، نحط عليه شويه من الطماطم المفرومه، و 3 4 معالق من الصلصه، ونقلب. انا تمام كده، احنا جاهزين. انا في صوت عزيز على قلبي عايزين نسمعه كلنا مع بعض. يا هبه. ايوه يا هبه، اين انت يا هبه؟ يا صباح الورد، يا احلى صباح عليكي. كل سنه وانت طيب يا شيخ محمود. كل سنه وانت طيبه يا هبه، يا اباصيري يا جميله. والله رمضان كريم عليك، ووحشني والجمهور وحشني، ومستمتعة بأكلاتك وحاجات الحلوة بتاعتك. مش قادرة أقول لك، باخد بس منك حركات في المطبخ. وأنا عايز أقول لك يا هبة إن ريحتك الحلوة وتواجدك في المطبخ لسه موجود، وصورتك الجميلة دي منورة على الشاشة دلوقتي، أول ما شفتها فرحت. الله يسعدك يا شيخ محمود. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبة. ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملها دي؟ والله عاملين بقى عاملين شغل بلدي شويه. اوبا، عارف ان انت بتحبي الحاجات دي. انت عامل ايه؟ انا مش شايفه. احكي لي بقى، احكي. انا عامل لسان محمر، وعامل شوربه بالنخاع والشعريه، وعامل شويه حركات حلوه، عاملين قطايف، وفي جو. كفايه. احكي لي بقى، بتقضي يومك ازاي؟ والله يا شيخ محمود، انا اليوم بيبدا بدري شويه في المدارس شغاله. ايوه. فبنصحى بدري، ننزل المدارس، نرجع نريح شويه، وبعدين نقوم بقى نشوف طلبات الاسره من حيث مين عاوز يفطر ايه، ومين عاوز يشرب ايه، ومين عاوز ياكل ايه. ايوه جايه اهو، ايوه جايه، حاضر. ايوه. وبعدين بقى كده بحاول بقى ايه، يعني اخلص كل الحاجات قبل اذان العصر عشان يعني ايوه بنفسي شويه الساعه الاخيره كده قبل المغرب. كويس. وبعدين نفطر الحمد لله، ربنا يتقبل مننا، نريح شويه، الله يبارك له الصلوات. وبعدين بقى ايه، ساعه بقى لقلبك بقى. ايوه، ساعه لقلبك بقى. احكي لي بقى على الساعه بتاعت القلب الحلوه دي، قولي لي بقى بتتفرجي على ايه، ومتابعه ايه، وايه الحاجات اللي عاجباكي السنه دي؟ اقول لك يا شيخ محمود، اسمع. قولي. كل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق. الله سر السعادة في حسن ظنك بالذي
خلق الحياة وقسم الأرزاق. أنا حيث حالة من الجمال مع رسالة الإمام، مش قادرة أقول لك فرحانة وسعيدة بيه إزاي، وسعيدة بحالة الناس إن الناس بدأت ترجع تقرأ عن سيرة رسالة الإمام وتقرأ عن قصائده وعن حكمه وعن يعني سيرته الجميلة، فمستمتعة بيه قوي قوي. بس عندي يعني حقيقي حقيقي يا هبة، أنا اللي استمتعت بإلقائك للأبيات الجميلة دي بجد. هقول لك حاجه مهمه جدا بمقفل الايه، مشفقه جدا جدا على خالد النبوي، بس هو استاذ معاه. هو استاذ جميل لا استنى بس هيعاني بعد كده النبوي يقفل العداد. ايوه بعد كده بعد اسلام. تسلم يا ست محمود. تسلمي. طبعا مصر دوله التلاوه، برنامجنا الجميل طبعا مع فضيلة الشيخ دكتور علي جمعة الكبير قوي، يا خبر ابيض على السكر كبير قوي، ده يجنن، ده البونبونيه بقى دي حته الاطفال جدا جدا فعلا. بص يعني وطبعا ان شاء الله بقى ايه في واتشت كده هتستر عليا واتشت بعد رمضان والحق اكمل اللي انا مش عارف اتابعه. ان شاء الله ان شاء الله يا هبه يا جميله، وكل سنه وانت طيبه، وسلامي لباباكي ابصيري الجميل، وسلامي لاسرتك كلها، وان شاء الله ان شاء الله قريبا نتقابل على خير. ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف الوصفات الحلوة بتاعتنا وأسرار القطايف، عجينة القطايف في البيت. ورجعنا لكم تاني في مطبخنا مطبخ الستات بعد المكالمة الحلوة مع الجميلة هبة الأباصيري اللي ادتنا طاقة حلوة وطاقة إيجابية كعادتها. احنا هنفكركم كنا بنعمل ايه، قطعنا اللسان شرايح بعد ما سلقناه وحمرناه وعملنا الصلصه بتاعته بالكمون والبصل والفلفل، ويا سلام يا سلام على قرن الفلفل الحامي في الموضوع. وهنا شوربه النخاع بتاعتنا الجميله بالشعريه، وشايفين حته النخاع دايبه وعايمه على الوش ازاي، وعايز اقول لكم ان الحبهان عامل شغل كبير في الشوربه الحلوه دي. نسيب الاكلات بتاعتنا دي على جنب ونروح نعمل القطايف بتاعتنا، واقول لكم ازاي نعمل العجينه في البيت. كل اللي محتاجينه كوبايتين من الدقيق وكوبايه من السميد الناعم، ولو عندك سميد خشن ممكن تطحنيه في كبه الخلاط، ولو ما فيش سميد ممكن تستخدمي 3 كوبايات دقيق وتريحي دماغك والنتيجه برضه هتبقى حلوه، مع كوبايتين ميه ومعلقه سكر ومعلقه كبيره من النشا ورشه ملح، رشه ملح ورشه من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من الخميره الفوريه، طبعا الزبيب والسوداني وجوز الهند والشربات وشويه من زيت القليه. حلو الكلام. ناخد اول حاجه، ادي البوله بتاعتنا، نحط هنا الدقيق، كوبايتين من الدقيق الابيض وكوبايه من السميد الناعم ومعلقه السكر ونص معلقه خميره ورشه بيكنج باودر، واخر حاجه فين؟ اهي معلقه النشا. حطينا كل الخليط ده مع بعض، نقلب تقليبه خفيفه بالراحه جدا جدا، وناخد كوبايتين من الميه وننزل بالميه عليهم، ويبقى احنا كده خلصنا عجينه القطايف الحلوه اللي هي كوبايتين دقيق وكوبايه سميد، وممكن ما نستخدمش سميد ونستخدم 3 كوبايات دقيق عشان ما صعبش عليكم الموضوع. نص معلقه صغيره من الخميره الفوريه، معلقه من السكر كبيره، ومعلقه كبيره من النشا، ورشه ملح، ورشه صغيره من البيكنج باودر. عملنا الخليط ده وقلبناه وقلبناه وداب وبقى جميل زي ما انتم شايفين كده. لازم ما يبقاش فيه اي حبيبات موجوده في العجينه خالص، ونقعد نضرب 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 لحد ما تبقى العجينه متجانسه وكتفنا يتعبنا شويه، بس لما نتعب عشان الحبايب ده احلى تعب. فبعد ما قلبناها كويس، بصوا انا عندي هنا ايه بقى، عندي هنا هذه الزجاجه الجميله بحط فيها الخليط بتاعي، وبس هي خمرت شويه كويس، ونقفلها كده. وتعالوا اتفرجوا هنا في الطاسه دي ازاي نعمل القطايف. ادي واحد، ادي اتنين، واحنا اللي بنختار الحجم، وفي منها العصافيري الصغير، نعمل واحده عصافيري. وعشان تعرفوا
العجينة نجحت ولا لأ بالظبط بتعده من 1 لـ5، 1، 2، 3، 4، 5، وتبصوا تلاقوا الفقاعات الصغيرة دي. أول ما تشوفوا الفقاعات الصغيرة دي اعرفوا إن أنتوا عاملين عجينة قطايف ناجحة. طب القطايف بتتقلب؟ لا ما بتتقلبش، أول ما العجينة اللي فوق دي تنشف تماما تلاقوا هي استوت، نشيلها بالمقطع وهنسيب دول ووريكم شكل الحباية بيكون عامل إزاي. آدي شكل حباية القطايف العادي جدا. نقوم حشين أهي، نحشيها بلمسة من الزبيب على جوزة الهند، على آدي الزبيب أهو، شوية جوزة الهند وممكن رشة سكر صغيرة مع وحدتين من السوداني، ونقفل ونروح على الزيت ونبدأ نقلي. الزيت سخن شوية، هحطها ونجرب. ماشي بسم الله. وممكن نعمل كمان وحدتين ثلاثة من الصغيرين. مهم جدا ان يكون عندك نص كيلو سكر ونص لتر مية، نص كيلو من السكر ونص لتر من المية، ونقلب دي بسرعة مع عصرة ليمون و12 دقيقة على النار، يطلع لك أحلى شربات. أقول لك على حاجة، اعملي كيلو مع لتر مية وسيبيه طول الوقت عندك في التلاجة، عمره ما هيسكر، بس أهم حاجة ما تقلبهوش. هنا دي ابتدت تطلع بس وقت. أوكي تمام، كالي مسج كده صغيرة. بعد ما طلعت زي ما احنا شايفين نطلعها ونصفيها ونروح بيها على الشربات، نسقطها هنا كده في الشربات، نجيب الشربات بعيد شوية هنا كده اهو، وادي نطلع حبات القطايف على الشربات ونسيبها تشرب وتنغنغ نفسها في قلب الشربات بتاعها. وتعالوا اوريكم حاجة سريعة جدا اهي معانا. ادي اول طبق من الاطباق بتاعتنا، هو طبق القطايف اللي هو عبارة عن نص كيلو من الدقيق مع نص، لا مش نص كيلو، كوبايتين من الدقيق مع كوباية من السميد، ممكن يبقوا 3 كوبايات دقيق مع كوبايتين من المية، ونص معلقة، نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة من السكر، وكوبايتين من المية، رشة ملح ورشة من البيكنج باودر. وعملنا أحلى قطايف وحشيناها بأحلى حشو والطعم التقليدي الجميل بتاعنا، زبيب وزداني وجوزة الهند. تعالوا بقى أوريكم طبق الشعرية بالنخاع يا سيدي يا سيدي على المزيكا. شوحنا النخاع في طاسة مع بصلاية أو في الحلة مع بصلاية، فصين حبهان، معلقة زيت أو زبدة، وأول ما ابتدى يستوي نزلنا عليه بمرقة الماسورة بتاعتنا الحلوة، وحطينا عليها إيه شوية من الشعرية المتحمرين. وتخيلوا الطبق ده لو قدامي على الفطار، أنا مش عايز حاجة خلاص، هو ده بس كده، مع لقمتين عيش متحمصين مع شوية من الطماطم الحلوة دي على وش الطبق. نيجي بقى لأحلى طبق عندنا، هو اللسان البطل بتاعنا. ناخد ده ونروح بيه هنا كده، واللسان ناخد اللسان ونبدأ نقدم الطبق بتاعنا. يكون عندنا الحاجات الخضرة الحلوة، شوية بقدونس يا سيدي على شوية من الجرجير الحلو كده، وتاخدوا حتت اللسان تبدأوا ترصوها في طبق التقديم بتاعكم. يا سلام على مطبخ الستات ده وجماله والروائح الحلوة اللي طالعة منه. شايفين اللسان بيقول أنا موجود، ويا ما اتكلمت وقلت كلام حلو عشان كده طعمي حلو. شايفين شكل اللسان؟ وادي الصلصة، ناخد دي كده نحطها هنا، وادي الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها بالبصل والثوم ومعلقة خل مع شوية من الطماطم مع شوية من الفلفل الحامي، وما ننساش رشة الكمون. نحط الخليط الحلو ده، تعالوا بقى ناخد شوية كده ننغنغ حبة الكلام اللسان الجميل ده، ونعدل الطبق بتاعنا. وتعالوا ناخد كام رسالة حلوة من اللايف بتاعنا، احنا كل يوم موجودون لايف. اتمنى انكم تبعتوا لي رسائل، وامبارح انا قريت شويه من الرسائل بتاعتكم، واللي ما لحقتش ارد عليه رديت عليه بعد الهوا، بعد ارد على كل تعليقاتكم الجميله. ناخد التعليقات بتاعتكم على اللايف
ونشوف احنا اهو، ونشوف ونرد على بعض الاسئله بتاعتكم. ادي معانا ايمان ابو القاسم بتسلم علينا، تسلمي يا ايمان. ومعانا ام خالد بتدعي لنا وبتقول ربي يسعدك يا شيف ويسعدك يا ام خالد. ومعانا فتحيه بشير بتسلم علينا وبتقول لنا تسلم ايديكم. وفي كمان هنا اسئله. الساعه كام؟ احنا بنبدا الساعه 12 بالظبط كل يوم. وفي سؤال بيقول ما هو الديميجلاس؟ في المطبخ الفرنساوي القديم كانوا بياخدوا المواسير بتاعه العظم يدخلوها الفرن لحد ما تتحرق وتاخد لون بني، يعني يحطوا عليها مرقه بس بيبقى معاها بصل وجزر وكرفس وكل بقايا الخضار اللي تقشر من المطبخ، ويحطوا مرقه ويسيبوها تغلي فتديكي صوص بني طول الوقت. الشيفات عندهم حله مليانه من الصوص البني ده اسمه الديميجلاس. عاملين شويه صوص مشروم ياخدوا كبشه من الديميجلاس، عاملين شويه صوص حلو لحته لحمه ياخدوا كبشه من الديميجلاس. دلوقتي العلم تطور فبقوا يعملوها بودره، وهي دي الديميجلاس اللي انا استخدمتها امبارح. كمان بيقولوا في سؤال بيقول هل ينفع نخزن عجينه القطايف في الثلاجه؟ هي اتمنى ان احنا نشغلها في خلال ساعه، لانه زي ما انتم شفتوا هي بتخمر وبتفور. واروى من ليبيا تسلم الايادي يا شيف، تحياتي لاهل ليبيا الجمال، وانتم كمان بتسعدوني الحقيقه بكلامكم الجميل. وعايز بس اخر حاجه، كان في حد فتح وقال لي فكرنا تاني بعجينه القطايف، كوبايتين من الدقيق مع نص كوبايه من السميد وكوبايتين ميه، رشه من البيكنج باودر ورشه من الملح، نص معلقه صغيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من النشا، وبتتقلب كويس جدا وتتحط في اي ازازه، ونبدا نعمل بشكل القطايف اللي انتوا شفتوه. يومنا جميل، وانا يعني سعدت بيكم جدا جدا، بشكركم في يومنا النهارده الحلو، واشوفكم بكره ان شاء الله، وافكركم بالاكلات الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض النهارده. اللسان بالخلطه زي ما انتم شايفين، بالخلطه بتاعته اللي هي عباره عن طماطم وبصل بالخل والثوم والفلفل والحركات، اللون الاخضر بهجه، نص رغيف عيش شامي او بلدي، وتحط حتتين اللسان مع شويه جرجير ورشة من الكمون والملح، وموضوع كبير قوي، موضوع كبير. كمان القطايف بتاعتنا بعد ما اتقلت نزلت في العسل وطبق شوربة النخاع بالشعرية. بشكركم واشوفكم بكرة إن شاء الله.